المعدل قد ايه بتشوف حد تبقى عارف ان هو عامل تجميل؟ كتير جدا. النهارده عايزك توصف لي تفاصيل هذا الكفاح المسلح. لا انا طبيب في الاساس، طبيب مهمته يعالج. ناس كمان ثقافتك في الاسنان، لا احنا قدامنا سنين. اي وصفه بعيد عن طبيب الاسنان في الاخر مصيرها تدمير الاسنان. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، تخصص في مجال تجميل الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان جامعه نيويورك، احد مطوري حشوات الاسنان التجميليه. من الصعب جدا على اي انسان انه يتخذ قرار الذهاب الى طبيب اسنان، بس المحرك الاساسي اللي يخلي اي حد يروح في اي وقت لدكتور سنان غصب عن عينه، او كما يقولون يعني مضطر اخاك لبطل، هو الالم. الالم هو الحافز الاول والمحرك الاول الذي يحرك اي كسول او متواني او متجاهل لمشاكل اسنان. وربما ايضا يكون الالم هو الباب الذي يطل من خلاله كل مشاكل الاسنان برؤوسها القبيحة. حوار أعتقد أنه سيكون مثير للغاية مع ضيفي العزيز الأستاذ دكتور نور الدين مصطفى. أهلا بك. أهلا بك دكتور نور. مستعد لهذا الحوار المثير؟ إن شاء الله. عنوانه لا ألم. لا ألم إن شاء الله. لا ألم. إذن نبدأ مع بعض بأولى فقرتنا. أبيض أسود أم رمادي؟ السؤال الأول أعتقد أنه غريب نسبيا، يعني السؤال فيه غرابة شوية. هل هناك مريض الآن يذهب أو يبحث عن الأجهزة أكثر من بحثه عن مهارة الطبيب؟ هل ده مريض موجود؟ وإذا كان المريض ده موجود وبيذهب إلى الأجهزة والتكنولوجيا، هل ده شيء محمود أم غير محمود؟ ده سؤال كده بقى مركب. وفي النهاية هل بحثه عن تكنولوجيا أكثر من بحثه عن طبيب، هل ده طريق أبيض أم أسود أم رمادي؟ لا، البحث عن طريق الأجهزة فقط دون الطبيب طبعا أسود. أسود طبعا. حتى مش رمادي؟ لا، هقول لك على حاجة. دلوقتي مثلا احنا هنتكلم على سي علاج العصب، تمام؟ علاج العصب بيتعمل بقاله سنين مع الناس الشاطرة فيه قوي، بتعمل بنسب نجاح عالية قوي، تمام؟ الأجهزة زي ما اتفقنا بتعمل لي أول حاجة وقت أقل، فتعب أقل، أكريسي أكتر، فنتائج أعلى. بنرفع نسب النجاح من 90 ل 95 ل 99، يعني بنرفع نسب النجاح بتاعتنا. لكن في الأساس، في الأساس حضرتك كدكتور لو ما بتعرفش تستخدم الأجهزة يبقى الأجهزة لا معنى لها. يبقى الأساس عندي إيه؟ الطبيب. الطبيب رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. الجهاز هو امتداد للطبيب، الجهاز نفسه اللي فكر فيه الطبيب لأنه محتاجه. ففي الآخر الطبيب لو مش بيعرف يشتغل على الجهاز ده كويس، أو ما اتمرنش عليه كويس خلاص، أو مش دارس الـ 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 القسم أو التخصص اللي بيشتغل بيه الجهاز أصلا، مش هيستفيد بيه في حاجة. وهو موجود حالات كتير جدا فعلا بتدور على القياس. كتير تقول لك بس المركز ده فيه اجهزه كتير. هي ماشي الاجهزه طبعا، الحمد لله احنا اول ناس جبنا كل الاجهزه، بس قبل ما تجيب الجهاز نمي الطبيب عندك اللي هيشتغل على الجهاز. والاهم جهاز زي السيرك من غير دكتور محترف بيشتغل عليه ما يساويش، يعني ما يساويش البلاستيك اللي فيه، لانه ما بيعملش حاجه. الجهاز في الاخر لازم بيصور بطريقه معينه وبتعمل عليه ديزاين بطريقه معينه، لازم تكون دارس. لو ما بتعرفش تستخدمه مش اي لازمه. كل جهاز الكون بيم جهاز عظيم جدا، لو ما بتعرفش تقرا ال 3 دي مش تفهم حاجه. هو 3 دي ده مش حاجه سهله، مش حاجه سهله انت تمسك تطلع منه كل الريبورتس وتطلع منه كل المشاكل. لا، الطبيب هو اللي بيطلع الحاجه، بيطلع الحاجات، والطبيب هو اللي بيشتغل بالجهاز، هو اللي بيطوع في ايده. لكن الجهاز مش هو الاساس.
يعني يبقى سؤالي برضو، هل في نوعية دي من المرضى؟ موجود طبعا، ما انا بقول لك ده موجود. ده جيل قديم ولا جيل حديث؟ يعني ده شباب ولا كبار؟ لا ده جيل انا شايف اكتر منه الجيل القديم. الجيل القديم هم اللي بيطوروا التكنولوجيا. اقول لك ليه؟ لان الجيل القديم معانا وتعب. اكتر ناس تعبت في سنين حياتها اللي فاتت دي، اللي هم جيل الناس اللي اتعالجت في السبعينات والثمانينات، اللي هم الناس دي ما كانش فيه تكنولوجي كتير وتعبوا كتير، فبقى يعني طواق ان هو يشوف حاجه تريحه. فمن حقك، من حقك طبعا، وده موجود، ما الجهاز موجود على فكره. احنا عايزينك بس ايه، وانت بتختار الجهاز اختار مع الدكتور، اختار قبله الدكتور، يعني اختار الاثنين سوا، تخش الجهاز بس. برضه السؤال اللي جاي، هل يوجد نوعيه دي من المرضى؟ ده سؤال، واللي هقوله ده هل ده ابيض او اسود او رمادي؟ تمام. اشتراك مريض في الخطه العلاجيه. تمام. يعني المريض يحط مناخيره في الخطه العلاجيه، يقول مثلا للدكتور لا انا عايز اعمل كذا قبل كذا، او اعمل لي كذا وبلاش كذا. هل ده مريض موجود اولا او لا؟ اعتقد انه موجود، وكثير مش قليلين طبعا. بس هل الطريقه دي، هل تدخل المريض طبعا ابيض او اسود او رمادي؟ انا استبعد الابيض، بس انا بالنسبه لي اسود. التدخل اسود التدخل. لكن اشراكه في الخطه العلاجيه ده ابيض. اشراكه يعني ايه؟ اشراكه مش انا باخد رايه، اشراكه ان انا بفهمه. التفهيم هنا له دورين. والدور الاول ان هو يبدا يستوعب ليه احنا هنعمل الخطوه الفلانيه قبل الخطوه الفلانيه، ده مهم قوي. الحاجه الثانيه ده education. انت دورك كدكتور انك برضو تعلم الحاله. حضرتك انا ما ينفعش مثلا اعمل لك الكراون قبل علاج العصب علشان خاطر دي ترتيب معين، ما ينفعش اعمل لك تجميل وانت عندك التهاب في اللثه، لان بعد كده اللثه هتعمل مشاكل فتبوظ لك التركيبات. هنا انت بتشركه في الخطه العلاجيه، مش بتخليه يشترك معك. في فرق ما بين اشراكه يعني تعلمه وتعرفه، تقول له والله احنا هنعمل كذا قبل كذا، وهنا الدواء الطبيه بتقول لا انا لازم اعمل علاج اللثه الاول، لا لازم اعمل علاج العصب الاول، لا هنا ممكن اعمل تقويم الاول. هنا يبقى فاهم الخطه العلاجيه ازاي، وفي نفس الوقت اشراكه في الخطه العلاجيه ده تعليم ليه. انا ممكن يبقى بعد كده هو لما اروح لدكتور تاني يقول له كده، مجرد ان هو بقى فاهم هيبقى مريح للتعامل مع الطبيب الاخر. طب هذهب يعني واضح بقى انك انت اللون الرمادي ما بتحبوش، يعني باين كده جدا، حتى في انا ما شفتلكش ابدا جرحاتنا رمادي. يعني فالرمادي عندك في طب الاسنان مش موجود لغايه دلوقتي، حتى في الحلقات اللي فاتت كلها الابيض يا اسود. يعني ساعات الرمادي بنستخدمه مع العيان اكتر، لان هو بيبقى سنه مصدوم او ما عندوش معلومات. لكن انت طبيب عندك معلومات وعندك يعني في حلقات كانت سودة خالص، حلقات بيضة خالص. حتى لما حسب السؤال على فكره، ما هو السؤال لو اتسال بالعكس هيبقى اسود. يعني لو اتصاغ السؤال يعني اقصد اقول انت محدد، يعني الرمادي في مجال طب الاسنان مساحته ضئيله جدا. بقى الطب البشري الرمادي لون موجود وقوي. احنا عندنا يعني فكره الابيض او الاسود هتحسها حتى في فكره ان احنا ليه بنعمل فريق بنسميه منتخب العالم لطب الاسنان. ليه؟ لانه مختار بدقه جدا، بيقعدوا مع بعض يتناقشوا في الحاله، هنعمل كذا وهنعمل كذا. ده مش معناه ان نسبه النجاح 100%، مفيش حاجه في العالم نسبه نجاحها 100%، بس في حاجه ان انت عملت اللي عليك 100%، ده المهم. انك تعمل اللي عليك 100%. وصلني ان انت عملت البروتوكول بتاعك 100%، الباقي بقى بتاع ربنا، او حاجات مشاكل حصلت العيان اتسبب فيها. لكن ما تجيش تقول لي مشكله انا شايف انها مس دياجنوزس، خلاص دي غلط عندك، يعني دي مشكله عندك. بتشتغل كل حاجه دي مشكله عندك، بتشتغل من غير ما بتعمل زراعه من غير كومبين ده مشكله عندك، يعني دي مشاكل انت بتقترفها. مش ما اقدرش اقول لك ان انت كده رمادي، لا حضرتك غلطان، اللي عمل كده غلطان. حضرتك بتتكلم اللي عمل كده، انا ماليش دعوه بسعادتك يا فندم، مش انا راجل بشري. طيب انا اذهب الى فقره يعني فقره الشبه قانونيه او فقره جو قانوني. تمام. فقره مثيره، وهي طبعا ما بين الاتهام والجنايه والبراءه. اعتقد برضو انت محدد فيها قوي، وان كان دي بالذات يمكن ساعات بتحط الانسان تحت طائله الاتهام. نذهب الى الفقره الثانيه. جاني مهتم ام بريء؟ دي غير الالوان، يعني الالوان انت محدد فيها. الطبيب الذي يقوم بعلاج عصب بدون تنظيف لخلايا العصب
ما اعرفش مين اللي هيمسكه بهذا الجرم، مين اللي هيعرف انه ما عملش كده؟ هتعرف ولا مش هتعرف؟ هتعرف. انا عارف. هل ده متهم ام جاني امريكي؟ طبعا جاني. طبعا طبعا جاني. في حاجه اساسا فكره عاجل العصب مبنيه على التنظيف الكامل لقنوات العصب. تعرف منين؟ مثلا كيس جايه صورت كون بيم وسايب كنال كامله، يعني مثلا احنا عندنا ودي حاجه بقى موجوده جدا، كل الناس معظم الدكاتره تعتقد ما عدا طبعا الاخصائيين في علاج العصب واللي شغال على العصب كتير يعتقدوا ان الاسنان الاماميه السفليه معظمها يعني انها قناه واحده. على فكره حالات كتير قوي بيبقى فيها قناتين، هو لقى قناه فاشتغل فيها وخلص خلاص. احيانا بيبقى كتير بيبقى فيها قناتين، السنان هو متخيل ان السنان عشان صغيره ورفيعه فهي خلاص فيها قناه واحده، لا الاسنان الاماميه السفليه احيانا كتير جدا بيبقى فيها قناتين. مين اللي كان يحميني انه من هذا المنطق؟ يحميك ايه؟ يحميك يعني مين التكنولوجيا اللي ممكن تحميك من الغلطه دي؟ 3D 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 بتبص انت شايف قناتين قدامك وشايفهم هم كمان قناتين فاتحين مع بعض من الاول واقفلين لتحت ولا هم اتنين في واحد، يعني انت قدامك خريطه شايفها بعين حياتك، الكون بيم الاشعه ثلاثيه الابعاد خلاص خليتك بتشوف، ما بقتش تستميت شيء، ما فيش حاجه انت بتتخيلها، انت شايف قنوات بتشتغل عليه. تاني حاجه بيكون فاهم كونسبت علاج العصب ايه؟ علاج العصب هو ازاله كل الانسجه الحيه او الميته في القناه بالكامل، وبعد كده تطهير القناه، وبعد كده بتطهر ببروتوكول معين الريجيشن يعني غسول معين، وبعد كده بنقفلها بالحشوات اللي هي ايه؟ ثلاثيه الابعاد، حشو علاج عصب ثلاثي الابعاد اللي هو الانجكشن، تمام؟ كده انت عملت سيل، يعني انت ازلت كل النسيج، طهرت القناه، وتطهير القناه مهم جدا جدا، يعني مش ازاله النسيج بس كويس، هيكون انت بتشيل النسيج انت بتدخل بكتيريا جوه الكنال وبتدخل بكتيريا تحت الكنال، لا بعد ما بتزيل وتتاكد من ازاله قنوات الانسجه في قنوات علاج العصب بالكامل انت بتطهرها، وبنطهرها هنا عندنا البروتوكول العادي وبنستعين معاه احيانا بالليزر وده موجود معانا، تمام؟ وبعديها السيل، السيل يعني انت ما بتديش فرصه بقى ان يبقى فيه فويدز او تسيب اي حاجات بكتيريا تعيش فيها، ما هو البكتيريا بتعيش في اماكن، انت حضرتك لما بتقفل قنوات العصب بالكامل مش هتلاقي البكتيريا مكان تعيش فيها، تعيش فين؟ مش لاقي مكان تعيش فيه، فانت يبقى انت كده عملت علاج عصب ناجح. ما بتعملش البروتوكول ده يبقى انت حضرتك بتعمل علاج عصب اصلا غلط. فلما ما بيعملش كده جاني. الطبيب اللي بيلجا الى خلع السنه في حاله وجود الم فيها ولا يلجا الى علاج العصب، هل هو متهم ام جاني امريكا؟ يعني محتاج ورق اكتر عشان اقول لك هل السنه لو اتعملت علاج عصب هتنجح ولا 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 هي فيها مشكله لازم تتشال؟ هو يعني في وجود يعني السنه دي تتعمل علاج عصب وهو قرر ان يخلعها عشان الالم؟ لا طبعا جاني. جاني جدا جدا جدا. اشمعنى ده جدا؟ يعني السنه يا جماعه دي اغلى حاجه في الدنيا. بص حضرتك انا دكتور، انا دكتور اسنان تمام؟ شغلي مبني على فقدك للاسنان. انا بقول لك لا، يعني انا شغلتي نفسها اللي مبنيه على فقدك للاسنان دي بقول لك لا، حافظ على سنتك، اوعى تخلع سن الاول، حافظ على اسنانك، ولو اسنانك بدات تبوظ روح عالجها، ولو حصل لها مشكله في العصب اعمل علاج عصب وركب عليها كراون، ما تخلعش السنه، ما تخلعش السنه، ما تخلعش السنه الا اذا ما فيش حل تاني بقت هوبس، يعني عندنا في الكتاب في كريتيريا معينه السنه دي لازم تتخلع، انما ان سنه سليمه وبس فاتحه عصب وتتعمل علاج عصب تبقى تعيش تيجي تقول لي اخلعها ده جاني وهيتحاسب. اوكي هنسحب. اذا برضو كنت حاكم بالجنايه على كل اسئلتك. كل اسئلتك. الفقره الثالثه. وشك ام يقين؟ السؤال الجاي مهم جدا، عندما يتحدث البعض عن الاشعه المقطعيه وعلاجها وعلاقتها بعلاج الجذور ويقول انه لا مش لازم يتعمل اشعه مقطعيه قبل علاج الجذور، ليه يعني؟ هل هذا الحوار او هذه الجمله شك او وهم او يقين؟ لا وهم طبعا. وهم؟ طبعا. خلاص هيك عندك، بقول لك عندك الجهاز اللي هيوريك عندك كام كانيل، انت عشت طول عمرك
بتشتغل في ضرس فيه مثلا خمسة كنال بتقفل لي منهم ثلاثة، ومتخيل ان انت كده شاطر تمام، ويجي بعد كده الكيست تبوظ ومفاجأة ان في قنوات ما اتعملتش. معاك عندك الصورة اللي هتوريك في كم كنال بتستغنى عنها ليه؟ يعني ايه الفكرة؟ ما ربنا اداك حاجة يعني تساعدك استعملها على طول طبعا. فلا لازم يعني مهمة جدا 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 جدا. السؤال القادم مهم جدا. يقول البعض عند اجراء تعامل او علاج جذور وياتي اسم الليزر تلاقي صوره او صوت ظهر بيقول لا الليزر مهم او مفيد في التعامل مع اللثه لكن علاج الجذور لا الليزر ملوش دور فيه، هل هذا الكلام وهم ام شك ام يقين؟ لا وهم برضه. الليزر طبعا ليه دور في تعقيم القنوات، وان كان يعني وانا باكد ان الدور الاهم لبروتوكول الاريجيشن العادي اللي هو السوديوم هايبوكلورايد. الريجيشن هو الري، احنا عندنا استخدام الماء اللي يعني. هو الغسيل، انك غسيل. بتغسل القنوات، بتغسل القنوات بمواد معينه، المواد دي هي اللي بتطهر القنوات. احنا بنستخدم الليزر لما بقى عندنا انفكشن جامد تحت الـ الاسنان مهم بنعقم بيه القنوات، لكن ما اقولش ان انا بستخدم الليزر لوحده، ما يجيش بقى واحد عمل فايلنج وقعد ينظف في القنوات وما استعملش صوديوم هايبوكلورايد في الاريجيشن ونظف كويس وغسل، يعني استعمل المواد الطبيعيه في غسيل القنوات وتقول انا هستعمل الليزر. لا، الليزر عامل مساعد وعامل مساعد كويس. احنا في علاج العصب زي ما تقول ايه، انت عايز تاخد بالاسباب عشان تعمل كل حاجه تقول ان شاء الله انت قفلت صح وما عندكش اي انفكشن. انت كل هدفك في علاج العصب انك تقضي على البكتيريا، كل يعني من اول حاجه بتفكر فيها عشان تعمل علاج عصب ناجح هو القضاء على البكتيريا. كل اللي انت بتعمله بقى من اول ما بتصور اشعه ثلاثيه ابعاد عشان تشوف القنوات، عشان تشيل كل الانسجه، عشان تتاكد ان مفيش بكتيريا في انسجه، عملت القنوات كويس، بتقفلها بتعمل اريجيشن كويس عشان تبقى متعقمه، بتعمل ليزر عشان تبقى متعقمه، بتقفل بقى بحشوات ثلاثيه ابعاد انجكتبل. كل ده ليه؟ عشان تقضي على البكتيريا، ده هدفك الاساسي. فكل دي الخطه بتاعتك انك تقضي على البكتيريا وتعمل علاج عصب بس. كان حوارنا واضح فعلا فيه ان انت ما عندكش الطريق الثالث، مفيش البديل الثالث، يعني هو الابيض الاسود لا وهم يا يقين، لا جاني لا بريء. المتهم عندك غير موجود والرمادي لا تحبزه. واضح كمان ان الشكوك عندكم في طب الاسنان ما بقاش ليها مكان، قليله فما بقاش قليله، ده انا ما فيش ولا شك تقريبا تقريبا. لكن اعتقد في اللقاءات القادمه سيكون الكثير جدا من الاطروحات موجوده في هذه الحوارات المثيره للغايه. نورتنا، شرفت بيك يا دكتور. وكالعاده طب الاسنان مثير جدا، ويبدو ان التكنولوجيا رغم قوتها ورغم صعودها المذهل في الفتره الماضيه الا انه أثارت جدا، رغم أن مستخدمي التكنولوجيا هم نفسهم الذين تحمسوا لها جدا، لأنهم الآن هم نفسهم الذين يقولون أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد مهارة الطبيب. ولكن وعندما يقولون ذلك يدافعون عنها باستماتة واضحة، استماتة الفاهم لدورها ولقيمتها ولإجادتها ولعلو نسب النجاح المرتبطة بها، ولكن أيضا الفاهم جدا، لأنه كل ده بدون مهارة طبيب يساوي السيارة فيراري بدون قائد ماهر. خليكم دايما معنا سحر. السمنة في حد ذاتها هي بقت هاجس. المجتمع المصري فاهم كلمة رجيم غلط. شفت الدول لتنحيف القوام وتشكيل الجسد. التكميم ببساطة بتعمل فرملة لموضوع الجوع. كريم انت كنت 210 قصة محزنة. 210 هيبقى فيه ضغط على القلب، بتبدأ السمنة تؤدي لحدوث أمراض. خلاص أنا همشي، لازم أعمل رياضة. ألم في ظهرك وقفك عند حدك، خلاص لا ما تكملش. هدف العملية هو هدف الرجيم، هو هدف الرياضة، هو هدف أي حد إنه ينزل، هو تغيير من طبيعة الحياة. مش بعدين المجتمع بإرادتي، بعدين بقى غصب عني بأمراضي. هل حد ساعدك وسندك في قرار العملية؟ شكرا وبحبك وانا هتحدى الدنيا كلها عشانك.
أنا ضد هذا القرار، احكي لي كواليس اتخاذ القرار. هو إيه هدف العملية؟ أنا أحرم نفسي بس ما أحرمش نفسي على المدى البعيد من صحتي. نجاح العملية يبقى إحنا غيرنا من طبيعة أكله فيديها نجاح على المدى البعيد. الأطباء ليهم 5 عين، عارفين الكلام ده؟ كان زمان قوي يقول لك إيه، الطبيب بيدخل كلية الطب عشان يطلع دكتور ويبقى عنده 5 عين، عروسة وعربية وعيادة وعمارة وعزبة. عزبة إيه؟ دلوقتي 5 عين تانيين خالص، على الله وعلى ما تفرج يعني ممكن تجيب علبة كشري واخد بالك، ويعني ده آخرك يعني، عينات برضه كلها.